السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سوما في البيت البسيط. ازيكم يا احبابي واللي اول مرة يشوف وصفاتي ويشوف قناتي، يا مرحبا بيه. يا رب الجميع يكون بألف خير وفي ألف سعادة. احنا النهاردة جايين نعمل حاجة بسيطة جدا للعرسان الجداد اللي بيكسلوا يجيبوا المنبار وما بيعرضوش يعملوه. انا النهاردة هعلمك ان انت تعمليه بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة جدا جدا، مش هتتعبك خالص، وهتقولي ان انا مش هعمله تاني من برة، نضافا ليكي وتبقى ضامنة ان الحاجة نضيفة وكويسة. تيجي نشوف الطريقة، يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا هو بنجزار انا واثقة فيه، جايبة نص كيلو منبار بلدي زي ما انتم شايفين كده. المنبار بتاعي هو مدهوني حتة واحدة هي على بعضيها، بس شايفين شكله عامل ازاي؟ لهو تخين وله رفيع، وبص اللون البمبة هو ده اللي احنا عايزينه، اللون الحلو، ما يبقاش كده ابيض ولا مزرق، لا انا عايزين اللون اللي هو مدي على بمبة ده، هو دوت المنبار البلدي الجميل بتاعنا، وله تخين وله رفيع. انت تقولي للجزار كده هاته مش تخين، هاته رفيع، هيديهولك باللون الحلو دوت تشتري منه. خلاص انا دلوقتي خلاص جبت المنبار بتاعي، هبدا ان انا بقى امسك البدايه بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الطرف بتاعه اهو، بدايته اهي. ابدا ان انا اجيب السكينه واقطع الطول اللي انا عايزاه، زي ما انت ما بتحب بقى، عايزاه كده عايزاه كده عايزاه كده، زي ما انت بتحب، ده الطول بتاعك انت. انا بصراحه بحب ان انا اعمله الطول ده، ما بحبش اطول عن كده، فانا هنقطع الطول ده اهو. ابدا اعمل بقى بصي كله عليه، يعني انا قطعتها ما سبتهاش، لا هاخد نهايتها اهي، اي انا قطعتها هاخد نهايتها اهي، على اساس ان انا عايزه يبقى كله طول واحد. اقطعها من هنا كده زي ما انت ما شايفه، وابدا اخد الطول بتاعها من تحت، امسكه كده، ابدا اخد بصي نهايتها تحت اهو واسيبها. ابدا بقى اخد المنبار كله بالطريقه دي. معايا بقى خلاص حته اخيره كده، فهبدا ان انا اوسطنها عشان مش هتنفع انها تتقسم تاني، فانا هاخد دي كده بالنص. اديني انا اهوت خلاص قطعت الاطوال اللي انا عايزاها كلها خلاص كده بالطريقه دي. ابدا ان انا اعمل ايه بقى؟ انضفه الاول في تحت الميه، يعني انا همسك المنبار كده، لازم الدهن ده يا جماعه بيبقى فيه تحتيه حاجات مطرح الاكل بتاع الجاموسه يعني، فلازم ان انا انضفه كويس جدا عشان لو في اي حاجه متعلقه زي كده. بص في ايه هنا متعلقه اهي، يبقى دي لازم تتشال، بس انا بشيلها تحت الميه. بصوا فيها ايه كمان، بصوا، فعشان كده انا بنضف المنبار كويس جدا. بصوا بردك كمان انا لقيت فيها ايه، خلي بالكم من الحتت دي، طبعا الجزار مش بينضفها لك، بيعمل على طول، فانا لا انا تحت الميه بقى كده بسم الله، وابدا بصوا ان انا لازم انضف الحاجات اللي انا وريتها لكم دي اهي. خلاص كده انا نضفتها، هبدا ان انا اقلبها بالطريقه دي. بصوا بصوا صباعي ده اهو بيقلب كده بيقلب كده، بعد ما انا قلبتها كده ببدا ان انا تحت الميه اهي. انا بس عشان عايزه اوريها لكم كويس، وصباعي ما انا قلبت دي كده، بصوا امسك الحرف ودي انزلها كده اهوت بالميه اهي بمنتهى البساطه جدا، تنزل بص نزلت تحت الميه بسيطه. اخد برده الثانيه اهي، لازم انضف الدهن ده كويس جدا وما اخليش فيه اي حاجه، في حاجات صغنونه احنا ما بنشوفهاش، لكن انا وانا بنضف كده بلاقيها. بصوا في اهي، بصوا أهي. شايفين دي اهي، دي لازم تتشال، فانا لازم اشيلها، طبعا الجزار مش هيشيلها لك وهو بينضف، فلازم طبعا انت تشيليه، عشان كده انا ما انضف يعني ما اجيبش من بتاع اللي انا اجيبه انا وانضفه. بصوا هي مش تاخد منك 3 دقايق، بصي بصباعي ده بقلب قلبه كده اهو، انا قلبت اهو قلبه، امسك الطرف بقى اللي انا قلبته ده والناحيه الثانيه دي، وبنزل بصوا بالميه ازاي اهي اهي، ودي انا بسيب اهي نزلت معايا. واحدة كمان اوريها لكم بردك
انضف، لازم لازم الدهن دوت يتنضف كويس عشان لو في اي حاجه. بعد كده اروح انا ماسكه دي وقلبها كده بصباعي اهو، بعد ما قلبتها كده بمسك طرفها كده زي ما انت ما شايفه. بصي 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 ادي، بصي انا عامله ازاي اهي عشان اوريها لك. شوفي فيها ايه، عشان كده لازم ننضفها كويس. زي ما انتم شايفين اهوت اللي انا وريتهولكم اهوت وبنضفه اهو. بصوا في تاني اهو، في تاني اهو، فعشان كده لازم انت تنضفيه بايديكي عشان تضمني ان هو بقى نضيف وحلو. ما تديهولوش للجزار بيعملهولك اي كلام وخلاص، مش هينضفهولك كده ومش هياخد منك والله ما في ما فيش. بس يبقى انت كده ضامنه انك بتاكلي انت وولادك حاجه نضيفه وحاجه كويسه. وادينا اهوت ما اخدناش بالظبط يعني دقيقه ولا دقيقتين، وادينا نضفنا الممبار بتاعنا زي ما انتم شايفه كده في اول مرحله. بعد كده هوريكي بقى بردك المرحله الثانيه، مش هتاخد مني وقت نهائي خالص. المرحله الثانيه بقى ان انا هنضف الممبار بردك، مش هياخد مني دقيقه، بس انا بجيب اي 2 كيس بلاستيك قدام عندي، بس ان انا بس احافظ على نظافه الحوض زي ما انتم شايفه كده. اديني حطيت كيس اهوت للتنظيف والكيس تاني عشان ينزل لي اي هنا اي حاجة تنزل من المنبار، فكده هينضف لي ومش هيخلي لي الحوض بتاعي مش نجيف، لا هيخلي لي ان شاء الله الحوض بتاعي نجيف. فانا هعمل ايه بقى اهم حاجة؟ بصوا يا جماعة، انا لما جيت قطعت المنبار قطعته بسكينة مشرشرة، ماشي دي مش هتأثر معايا في التقطيع، بس انا قطعت عشان هي حامية شوية. لكن لما اجي انضف المنبار بتاعي لازم تكون السكينة مش مشرشرة، لان لو مشرشره هتعمل لي خروم صغننه انا مش هشوفها، ولما اجي اسلق المنبار الرز هيخرج من المنبار خالص. فعشان كده اياكي تعملي بسكينه مشرشره، اعملي بسكينه عاديه خالص عشان ما تعمليش خرام في قلب المنبار. هبدا ان انا انضف بقى المرحله الثانيه، بصوا بمنتهى السهوله خالص وبساطه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، ببدا ان انا اكحت كده، بس تكحت على طول سريع. واقلب الناحية التانية، اهو اول واحدة خلصت معايا. ما بصي ما بتاخدش ثانية بصراحة. خلصنا المنبار بتاعنا خالص، شايفين زي ما انتم شايفين الحوض بتاعي نضيف خالص، لان انا بصوا بقى نزلت كله هنا واروح لما دي كده عشان ارميها في الباسكت. بصوا بقى الحوض بتاعي نضيف وجميل ازاي. بصوا انا ما عملت ولا كاني عملت اي حاجه خالص، نضيف جدا ونضفته الحمد لله.
المنبار بتاعي زي ما انتم ما شايفين بالطريقه دي، وما خدتش اي وقت. ابدا بقى ان انا اشطفه في الميه اهو، ابدا ان انا اشطفه. وارمي الميه اشطفه كمان مره. اهو زي ما انتم شايفين كده بعمله كده اهو، وابدا ان انا اخده. بصوا الميه اهي، ارمي ميه، اعمل ميه كمان مره، يعني انا اشطفه 3 مرات بس اهو. بصوا الميه المره دي بقت نضيفه ازاي، الميه اهي المره دي هنتفت عشان نزلت اللي كان فيه. ابدا بقى ان انا بصوا اروح منزله كده اللي كان، انا بنزل كده مطرح ما كنت بقشط اهو، مطرح ما كنت بعمل القشط اهو. بصوا بنزل اهو، انزل كده تحت الميه اهو بس. اهو بضغط بايدي كده وبنزل، بضغط بايدي وبنزل، اضغط بايدي. ممكن اخد 3 مع بعض عشان الوقت اهو، خدي 3 مش مشكله، واضغطي اضغطي كده بايديكي عشان ينزل لو فيها اي حاجه، عشان لو فيها اي حاجه خالص. بصوا بقى النظافه، بصوا البياض، بصوا الجمال ما شاء الله، بصوا الحلاوه، ونجيف وعاملاه مضمون وضمنا نظافته وضمنا. شفتوا اللي انا وريته لكم وانا بنضف الدهن من بره كان جواه ايه؟ بصوا الحلاوه عامل ازاي؟ شوفوا ابيض ما شاء الله وجميل خالص. هبدا بقى ان انا اصفي الميه دي خالص اهي، هبدا زي ما انتم شايفين كده اصفي الميه خالص اهي. بعد كده بقى انا كده خلصته، بس هعمل حاجه اخيره، اجيب معلقه ملح كبيره زي ما انتم شايفين كده وارشها عليه اهي، معلقه ملح كبيره وارشها عليه. بعد كده اروح انا بقى جايبه الخل وحط عليه اهو بتاع نص كوبايه اهي بس. ادخل الملح في قلب الخل بالطريقه ديت في قلب الممبار بتاعي بس. دلوقتي كده الممبار بتاعي انا كده ركناه في قلب الخل وفي قلب الملح. انا دلوقتي لو انا هشتغل في الممبار على طول خلاص، على بال ما اعمل الدمعه بتاعتي واجهز الخلطه بتاعتي هيكون هو كده خلاص نضيف، اديله شطفه وابدا احشيه. طيب لو انا بقى مش هحشي، مش هعمله النهارده، خلاص اسيبه نص ساعه وبعد كده اشطفه تحت الميه وانزل الخل والملح واحطه في اي كيس بلاستيك نضيف عندي واحطه في الفريزر بس. بعد كده اطلعه احطه يدوبك في شويه ميه بس عشان يفك واحشيه، ما احطش عليه بقى لا ملح ولا حاجه تاني خلاص. احنا كده حطينا هنا وبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، واديكوا شايفينه بقى دلوقتي. بصوا بقى ابيض وحلو ازاي، شايفين الجمال، شايفين نضيف ازاي، وانا ضامنه نظافته يعني ضامناه كده خلاص بالنظافه بتاعته، شايفين ابيض وجميل ازاي. ودلوقتي خلصت الوصفه بتاعتنا، واللي شاف الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده وعجبته ما ينسنيش بانه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد وكل بسيط في البيت البسيط بتاعنا. ودلوقتي هقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معصومه في البيت البسيط.